يا صباح الخير، صباحكم سعادة وتفاؤل وراحة بال. يا رب جميعا تكونوا بخير. بقول لكم ايه بقى، بما ان البانيه من اول الاكلات اللي بنفكر فيها كده لما بنكون زهقانين من كتر التفكير ومش عارفين نعمل ايه، فبنعمل بانيه تعبانين ومش قادرين نقف كتير، فبنعمل برضو بانيه، وهو اول حاجة برضو بنفكر فيها لما بنكون عايزين نعمل سندوتشات وناخدها واحنا خارجين علشان ما نشتريش اكل من بره. طالعين رحلة وعايزين ناخد سندوتشات معانا، فاول حاجة بنفكر فيها البانيه. يعني خلينا متفقين كده ان احنا كبار وصغيرين بنحب البانيه جدا، فبما انه بقى من الوصفات اللي بنعملها كتير باستمرار، فايه رأيكم بقى نعمله بشكل اقتصادي شوية، وهنعمله بتتبيلة رهيبة جدا بس من غير ما نستخدم بيض ولا لبن ولا زبادي ولا اي حاجة من دي خالص. هنعمله بتتبيلة رهيبة بجد وفي نفس الوقت بسيطة، وكمان القشرة هتطلع ثابتة زي ما انتوا شايفين كده ومش هتفك منك ابدا في الزيت، بس في الاخر هيطلع ريحته وطعمه بجد ولا احلى. يلا بقى نشوف البانيه القمر ده عملناه ازاي. بس لو سمحتوا قبل ما نبدأ الفيديو حابة افكركم، يا ريت اللي ما عملش اشتراك في القناة يشترك وكمان يفعل الجرس ويعمل لايك وشير علشان ده بيساعد القناة ان هي تكبر. ويلا نقول بسم الله ونشوف هنعمل ايه. اول حاجة التتبيلة اللي انا هحضرها دي هتكفي كيلو من البانيه. انا استخدمت كوباية الا ربع من الدقيق وحطيت عليها التوابل اللي هي ملح طبعا حسب الرغبة، معلقة كبيرة مليانة من توابل الفراخ، معلقة صغيرة من الثوم البودر، معلقة صغيرة من البصل البودر، معلقة صغيرة من الزنجبيل البودر، معلقة صغيرة من البابريكا، ويا ريت لو عندك بابريكا مدخنه طبعا بتكون احسن، معلقه صغيره من الفلفل الاسود، معلقه صغيره من الكاري، ربع معلقه صغيره من لون الزعفران لو متوفر عندك طبعا، لو مش متوفر مفيش مشكله هو بيدي لون حلو بس مش اكتر من كده، ونص معلقه صغيره من الكمون، ونص معلقه صغيره من الروزماري، ورشه كده من الحبهان وبس كده. والمعلقه اللي انا بستخدمها في التوابل المعالق الصغيره جدا بتاعت التوابل مش معالق الشاي. وبعد ما حطيت التوابل هنزل بقى على الدقيق بالميه، بس هنزل بالميه شويه بشويه كده علشان اوصل للقوام اللي انا عايزاه. انا مش عايزه القوام يكون تقيل قوي وسميك، ولا عايزاه يكون خفيف قوي زي الميه. وحطيت كمان معلقه كبيره من الهوت صوص، على فكره هو مش بيخليها سبايسي بس هو بيخليها حرشه كده وطعمها حلو. وكمان حطيت معلقه كبيره من المستردة، وطبعا لو ما عندكيش اي حاجه ممكن تستغني عنها، ممكن تستبدليها باي حاجه تانية، هي التوابل دي حسب الرغبه. وهو ده القوام اللي انا عايزه اوصل له، ولا هو خفيف قوي ولا هو تقيل قوي. وكمان من الاضافات اللي ممكن تحطيها برده وهتكون حلوه جدا، بس ما تزوديش منها قوي علشان ما تغيرش في اللون، زي دبس الرمان، الباربيكيو صوص، الصويا صوص، لو حطيتي من كل حاجه معلقه صغيره برده بتدي طعم حلو جدا. وحطيت بقى البانيه في التتبيله طبعا بعد ما نقعته وغسلته وصفيته كويس جدا، وهسيبه بقى في التتبيله شويه حلوين كده، ويا ريت لو قبل بيوم بيفرق جدا جدا في الطعم. وهنا انا استخدمت خليط ما بين البقسماط الناعم جدا والبقسماط الخشن، علشان البقسماط الناعم بيدي لون حلو والبقسماط الخشن بيدي زي قرمشه كده بسيطه. وعلى فكره ممكن تعملي خليط ما بين البقسماط والدقيق، او ما بين البقسماط والدقيق والنشا، ولو انت عايزه تتبيلي البقسماط بنفس التوابل البودر اللي احنا حطيناها في التتبيله مفيش مشكله، بس انا بصراحه استكفيت بالتوابل اللي في البانيه علشان ما يكونش الموضوع اوفر. وهطلع بقى البانيه من التتبيله، بس يا ريت بتصفيه شويه كده من التتبيله علشان لو التتبيله كتير مع البقسماط فده ممكن يخلي القشره تفك منك. اهم حاجه انك لما تيجي تحطي قطعه البانيه في البقسماط تضغطي عليها كويس جدا كده بايدك، علشان هو ده اللي بيخلي القشره تكون ثابته ومتفكش منك في الزيت. وبعد ما بحط البانيه كله في البقسماط برصه على صينيه وبدخله نص ساعه الفريزر كده قبل التحمير. الخطوه دي برده مهمه جدا علشان تضمني ان القشره تكون متماسكه ومتفكش منك ابدا. في طاسه بقى على النار وفيها زيت مش غزير قوي، هو يدوب بس يغطي البانيه، اهم حاجه يكون سخن على نار متوسطه. وهنزل بقى بقطع البانيه، بس يا ريت اول ما تنزلي بالبانيه كده بلاش تلمسيه خالص لغايه لما الجنب اللي تحت ده ياخد لون، وبعد كده تبداي تقلبيه على الجنب التاني وبس كده. وهتقلي بقى الكميه كلها بنفس الطريقه، وصدقيني انا محتاجتش ان انا اغير الزيت ولا اي حاجه، وصدقيني اخر قطعه طلعت زي اول قطعه بالظبط، اخدت نفس اللون نفس التسويه، القشره ثابته وما فكتش ابدا في الزيت. المهم انك لازم بعد ما تطلعي البانيه من الزيت ترصيه على شبكه مش على مناديل المطبخ ابدا، لان الشبكه بتخليه يصف الزيت اللي فيه، اما المناديل فبتخليه يشرب الزيت والقشره بتاعته بتطلع طريه جدا وشاربه زيت، فمن الاحسن انك ترصيه على شبكه وبس كده. وعملنا كميه بانيه حلوه جدا بتتبيله بسيطه من غير ما نستخدم ولا بيض ولا لبن ولا زبادي ولا اي حاجه من دي خالص، هما شويه دقيق مع شويه ميه مع شويه توابل كده بسيطه، وعملنا احلى بانيه وبجد ريحته وطعمه كانوا ولا احلى. القشره بتاعته كانت ثابته جدا وكان فيها قرمشه كده بسيطه بحكم ان احنا مستخدمين بقسماط خشن، مش لازم ابدا نستخدم بيض ولبن يعني علشان البانيه يطلع لونه حلو وريحته وطعمه حلوين، ولا عشان تبقى القشره ثابته بقى ولا الكلام ده. طيب احنا ما استخدمناش اي حاجه من دي والقشره ثابته جدا زي ما انتم شايفين كده، وكان لونه حلو جدا، اما ريحته وطعمه بقى فهستنى ان شاء الله لما تجربوه بنفس التتبيله دي، وانتوا هتعرفوا ان مفيش اي فرق خالص، بسطوها كده على نفسكم، يعني مش هتبقى فراخ بقى ولبن كمان وزبادي وبيض والكلام ده كله، يعني يا ستي كفايه عليكي كده ان انت عملت لهم فراخ، اما بقى البيض والزبادي واللبن فوفريهم احسن واعملي بيهم احلى كيكه.
جربوه بقى بالطريقة دي، وان شاء الله يعجبكم. كده الفيديو بتاعنا النهاردة خلص، نتقابل على خير ان شاء الله في فيديو جديد. اسيبكم في امان الله وحفظه، بس لو سمحتوا ما تنسوش لو انتوا استفدتوا من الفيديو ده ولو بحاجة بسيطة تدعموني بالاشتراك في القناة، وكمان ما تنسوش تفعلوا الجرس، تعملوا لايك وشير. ربنا يحسن ما بين ايديكم، بحبكم في الله.